كشف المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية تحقيق الهيئة التعادلية للمرة الأولى بين الإيرادات والرواتب في العام المالي الجاري، فيما أشار إلى أن إجمالي ديون الهيئة الحقيقية بلغ 14 مليار جنيه من أصل 42 مليارا، موضحا أن الفارق بين الرقمين فوائد من بنك الاستثمار على أصل الدين، وهو ما طالب الحكومة بإلغائه تنفيذا لقرارات رئيس الحكومة. وقال إن الدولة تحمل الهيئة الأصول في الوقت الذي تتحمل فيه فرق سعر التذكرة. دكتور مختار، يعني زيادة تذاكر القطارات واضح أنها الخطوة القادمة التي يتم التمهيد لها، هل تتوقعها؟ رغم أنه وزير النقل في تصريحات سابقة كتير نفى هذه الزيادة. شوفي، لو أنت سألتني رأيي هقولك أنا مش قضيتي أن ترفع التذاكر سنة، أنا قضيتي بالنسبة لهيئة السكة الحديد انضباط المواعيد وانك انت تقدمي خدمه، رفع الخدمه يعني. رفع طبعا انضباط المواعيد في الاهم. انت قطر الساعه 3 ممكن يجي لك الساعه 5، وقطر الساعه 11 ممكن يجي لك واحده بالليل وهكذا. فدي مساله مهمه جدا. الجزء الثاني انه يقدم لك خدمه مميزه، مش قضيه ان انت هتقف قدامه ان التذكره ب 50 جنيه فهيرفعها ل 55 جنيه او 60 جنيه، لا، هي ارفع التذكره بس قدم لي خدمه مميزه، اديني مواعيد استطيع ان اضبط عليها الساعه زي ما تعودنا من هيئه السكه الحديد، اصلح من شان هذه المؤسسه اللي تمتلك بمقدرات ماليه 9 مليار متر مكعب ارض على مستوى الجمهوريه من الممكن توظيفها، انت مشكلتك اداره. فمساله رفع التذكره او مساله انخفاض التذكره مش دي قضيتك، قضيتك التميز وقضيتك المواعيد وقضيتك ان دي هيئه تستطيع انها تقدم لك خدمه تشار اليها بالبنان.